مرحبا بكم. موعد جديد في المحقق مع ما وراء القصة، اللي في كل مرة نرجع فيها على تفاصيل حادثة أو جريمة صارت من خلال شهادات العائلة، بالإضافة للمعطيات المتوفرة في الملف. واليوم ما وراء القصة تهزنا السليانة وترجع بينا الـ 2019. شوفوا شنو زعمة وراء قصة الجثة متاع صابر ولد 17 سنة اللي باش تكتشف في بير. هل حادثة أم هي جريمة؟ ما وراء القصة ترويها العائلة مع نورز مشراب. لحد 5 ديسمبر 2020 مع حكاية 8 متاع الليل. شاب صغير باش يتلقى طايح في وسط بير متعرض للعنف ومتوفي. شكون هو الشاب هذا؟ شنو اللي صار؟ هل انه طاح في البير؟ وإلا الحكاية وراها جريمة قتل. المنطقة الأثرية العريقة سبيت التابعة لولاية القصرين. لهنا يعيش صبر، شاب عمره 17 سنة، ما كملش قرايته واختار انه يخدم في بيع المحروقات المهربة من الجزائر باش ينجم يصرف على روحه وعلى عائلته وعلى قريبته سند البنية اللي يحبها ويحب يعرس بيها. في الحشك فما واحد تاع مازوت في الرمبوا في البلاكات، هذه بلاكات عسبيت تبع سبيت لما تعرفيها، بلاكات تبع سبيت يخدم في المازوت، يخدم في المازوت ويهز لها هي سند هذه، قلت مساش بنتها يهز لها يصرف عليه، يوصف على بويه راه بويه راه ولد عمي وامه كيف كيف يقربوا ليا، والراجل ديما عندهم، الراجل راه ديما عندهم، الراجل يصرف عليها مو يجيب لها ويهز من المراه على الفرزه ويجيب بها وعادي ما فيهمش حتى علاقه راه ما فيهمش. لكن اللي باش يصير معاه باش يقعد لليوم لغز، ما لقاولوش مفتاح. صابر باش يمشي مع ابوه يجني الزيتون كيما العاد، هاوكا ساعات يعاونو في الخدمه نتاعو وقت اللي يكون متفاضي. صابر باش يجيه تليفون خليه يقص الخدمه مع ابوه ويعلموا انه ماشي باش يقابل اصحاب، وهذا اللي صار. روح خسر الاطراف، حظ الروح ومشي مع اصحابه الزوز عبد القادر وصالح يلعبوا في الرمي. طلعنا عندي سياني تاع زيتون، عندي جماعه فما ماخذين عندي شويه زيتون، نخدم معايا مشى مع حكايه التسعه، مشى معايا يخدم معايا من التسعه حتى الاربعه،
هو معي في الثانية. أنا أتفرج ليه جهة تليفون. مشاه معناها ما باش يتكلم قدامي، مشاه يتكلم كما غاديك معناها مشاه هز دبشته ومشاه روح للدار. روحنا دوش من نص الفوقاني معنا مشو كامل معنا. من نص الفوقاني من هنا قال لي زين سخن الماء، سخنت الماء. من نص الفوقاني وراسه غسله وجو صحابه ضام الدرية ضام مشاه عمي صالح وعبد القيد. شو لقى؟ روحت بالزيتون. نلقي تليفونه في الدار. ونلقي كابس الشمبا قدام الدار. ونلقيه غاسل معناها وبدل دبشو. دبشو هذاك حتى وليس في زيتون وبدل دبشو جديد ومشى. دقائق من بعد سندس قريبة صبر باش تتصل بيه على تليفون واحد من أصحابه وتطلب منه انه يجيها للدار، وهو ما كانش من العكسين. صابر وصل ودخل ووصى أصحابه الزوز يقعدوا يعسوا يجيش حد من العائل، أما مش عارف اللي كان يستنى فيه. مشوا الأولاد، مشى عبد القادر ومشى ذي صالح صاحب ولدي ومشى المرحوم هذايا معاهم. كنت في اتجاه بتليفون قالوا هاي نمشوا للدار. أنا تليفون بالله أنا في الستة، الستة الدنيا ظلام، 5 ديسمبر الدنيا ظلام نهار لحد معناها شو في ديسمبر. هم كانوا مروحين. هذه حسمي احكي لي عبد القادر. قال نحن كل شغلنا مروحين. جانا تلفون، جاء تلفون على عبد القادر. ودينا ننسيها تلفون في الدار. على تلفون عبد القادر 96 مسجل هنا. كيم شو؟ قال المرحوم ولدينا انتم موجودوا تحت السجل هنا. ما عندنا مجنان تاع زيتون حشيك. وتنمشي نو استناي صاحبتي ونجي معنا. معنا ما تقصروش معنا الحس ياس. مشى ولد المقر في سندس. دخل على سندس قال طيب في حشيك في العشاء. والاخرين هنا متركني غادي. ولدي ناك دخل ما صاحبته خارت عليها وكذا. حشك شدها من هنا من عينها يعني هذا كي تفاجعت هي من شنو ما سخبتوش مصابر هو ولدي نا المرحوم. رغت هي. رغت هي تلفت وقالت له كان عيك ليك، كان عيك ليك وهرب. شكون قال لك راح؟ شنو انت قالت له؟ قال لها انت بعث لي وبعد تقول لي كان عيك ليك وكذا. ضربها بكف قبشت وهي في وجهه. وتكاتسوا عليه في الكوجينه. اي نعم صابر باش يلقى روحه في وسط اكثر من 5 اشخاص متحامين فيه، يضربوا يعنفوا وموش ناويين يسيبوه. شكون هم الاشخاص هذوما؟ علاش هذا الكل؟ كي مشي حالي درام عندي اللي فخ درام عيال مجرمه. الحاجة اللي ما حكيت لكمش عليها إنه سندس البنية اللي يحبها صابر كانت مخطوبة، وهو يستنى فيها تفسخ الخطبة متاح باش ينجم يعرس بيها. والحكاية هذي كانوا يعرفوها الناس الكل. باه والبنية هذي مخطوبة خطبها بسام هذايا وتناقش عليها ولدينا وهي تبى في ولدينا معناها توقع مناقشات يتعاركوا معناها في بعضهم وصلوا يتعاركوا معناها ويتضاربوا هنا في القهوة هذه معناها قدام حتى الرأي العام فهم. جيني الأخبار يقول ولدي ولدك راهو يتعاركوا بسام هذايا خطيب سندس. قلت له لا وتجيني والطفل يجيبه ولدي على الفرزة فهم حتى لداري هي بنت عمي كيف كيف. رغم المشاكل إلا أنه صابر مصر ما يسيبش سندس وما يبعدش عليه. وهما متحامين فيه صابر حاول يهرب ويخرج من الدار. زيدوا داروا في أصحابه الزوز وبدأت عملية المطاردة متاحهم الثلاث. رعب وخوف عاشوه الثلاثة أصحاب. بعد ذي عبد القادر صحابه قرى ومرحوم جاني يجري كانت عليهم فرز زخرة. جت فرز أخرى، فرز مردفة، فرز معه فرز مردفة عباد جو اللي معناه سمو والحس وجو معناه. قال له أختي شاف ولدك الفرز جاني يجري هذا عبد القادر. قال هاي نهربوا أتي شدونا هاي جت الفرز وشدونا
قال نحن كيك قبضونا، قال فم مجموعة قبض المرحوم الله يرحمه، قال مجموعة قبض المرحوم الله يرحمه، ومجموعة شدونا نحن، شدوا عبد القادر وشدوا سارة حضامة، صوتوهم دق دقهم دق ديك، ودخلوهم في الدار يصوروا فيهم، يصوروا فيهم، تقولوا تقولوا وتحملوا مسؤوليتكم. طول المرحوم مش مدينين عليهم تو. عبد القادر قالك جرينا، أما هي قوال الضربة. عبد القادر من بعد ضرب ما كنا لبحث مش هي. قال لي نور الدين، قال نجروا، نجرينا الأول، قال صفيت البير، قال يجي وراي المرحوم، سقط في البير ويجري وراه صالح، قال تعدى. من بعد قبضوهم الاولاد حزوهم، فما حسيك استرت عندك هك استرت عندي بالبير، شدوهم طبوهم فم العرك شو البير بالضبط، طبطبوهم وهزوهم للدار يصوروا فيهم، وردك تقول وردك هذاك بدك. جيت الاولاد صالح هذا قاعد شهر ما يتكلمش، صالح هذا بالنظر ضروه ضر ضرب العرق السمع هنا ضرب في راسه، أنا عنده تقارير تعبيب وعنده كذا. وعبد القادر جاء الدم تاعو كسيه. لكن بعد سويعات بشي تسمع أنه صابر تلقى في وسط بير متوفي، ومش عارفين هل أنه طاح فيه وإلا طيحوه برا كيك. معناها الأربع للخمسة، من الخمسة للستة، من الستة للسبعة يجيني الخبر في العشرة تاع الليل بالضبط. يجيني الخبر العشرة تاع الليل، يكلمني هذا شريف بن قدوش، شريف بن بشير بن قدوش هرهوري، قال لي ولدك راه في البير، ولدك راه في البير. يا رسول الله شنو ولدي في البير؟ معناها خذيت وعطيت، عيطت على نسيبي هذا، قلت وراح بالله خذ علي التليفون، راني ما عادش نجم. معناها شكون هذا؟ قال لي ولدك في التليفون هذا، ولدك في البير هذا. خذاه من عنده التليفون وكلم فيه، قال له ولد نور الدين روف البير. كسمعت من كنت مش نجر المنطقة اللي مشالة ولدي طاح فيها، جريت قبل السبيطار، شقيت الهندي بتاع الدولة، الهندي وزيتون شقيت، ونجر نو بنتي الكبيرة، تلقت لنا كهرباء، قال شفيكم تجير نجر حفيان وحالة حليل. حكيت له السب، قلت له وجان الخبر، قال ولدك طاح في البير، خطفني من فمي يردني لبلاص تعرض الحماية، هزيت وحات بلاص تاع ولدي طاح فيها تو البير في البير تو مريض، والله نقسم عليك بربي للتو لريض. قال لي برا للسبيطله، انا جايبه انا تنجيبوا السبيطله، جايبه معنا نجيبوا الحمايه من البير، هو في 36 متر ولوط، ما يخدمنيش عقلي انا باش نمشي السبيطله ونخليه مسافه معناها 4 كيلومتر على ما بين المقر اللي مات فيه وما بين السبيطله البير اللي مات فيه. معنا مشيت الفرزة، عندي نسيبي هذي هزني الفرزة، نقاها لتوري الحبيب ليلة، هذيك الليلة ليلة باردة 5 ديسمبر ما تعرفي تنية ذرة، معناها باردة نرقل، معناها خليت وطيت، ومعناها معاش نجم نتكلم، معاش نجم أنا يقول لي صبروا فيا ولدك حي، ولدك حي، هم يصبروا فيا، معناها وجدت الحماية. بعد كاكا جدت الحماية بتاع سبيطل، الحماية جدت الحماية، خرجوه أختي خرجوه، خطفوه ما تلحقتش عليه هصل، خطفوه لسبيطلة، الحقت لسبيطلة في النقل. ولدي هذاي كل هذاك تخلي ولدي حي، هنا تخلي ولدي حي، يصبروا فيها وحيها وحي بعد انت لا، قالوا لي توفر الدوام لله. لكن تقرير الطب الشرعي يأكد اللي صابر متعرض لضربة بإلى حادة في الجانب الأيسر. تقريت بالشرعي وش يقول؟ يقول لي فما ضربة حادة في جنبه بسبب القتل، ضربة حادة، وما فصلش لي ضربة الحادة، معناها توناه في مخي، معناها قاعد توم هيروس، ما فصلش لي ضربة الحادة اللوت ولا الفوق، معناها بنروح حشك مضروب فوق بسكينة، مضروب بحديد، مضروب بالا، مضروب حاجة، ما يضرب الحادة ونجية، ما يكون الحديد كله حديد هي. وهي تجربة عبد القادر، كيفاش ولدي سير له، كيفاش أنت ما تروحوا وأنتم يضربوكم، كيفاش ولدي نامت وحده؟ ولدي صاحب صندس البير 5 سنوات، وصندس يقعد ورا البير، حشيت البير فم، ويعرفوا البير، يعني يعرفوا البير، معناها فحصوا وفحص بلاد الكل فحصها، كيفاش ولدينا يموت يطيح في البير، وكيفاش انتم معناها تضربوا وتروحوا وانتم ما تعرفوش البير؟ قالوا هذيك الاقوال. والاشخاص اللي تحاميوا فيه وفي صحابه ما شدوا كين 3 شهور حبس وخرجوا. عيط لهم العشر، هما 10 في القضيه، فيهم زوج نساء و8 رجال،
أمها وبنتها وولدها والأخرين سبعة. عدهم كل جمهورية، عيتهم كل جمهورية، دورهم بذلك بثلاثة شهور. ده العنف ذي نحذيك عليه. دورهم ربطوا ثلاثة شهور وتسايبوا. حكموا لما الحاكم أنت لا بغرامهم، أنت لا وهنا ومزالهم. وهنا مزال يتبع فيهم البلاد ذا متو صالح وعبد القادر. والبيع مشيت فهنا ضحية. مشيت فهنا ضحية ولدي ما بان منه شيء. أنا وجعت ولدي قاعدة في قلبي ياسر. منروحش من الجبانة خلاص. هالكلني قاعدة في الجبانة منروحش. حتى نروح نخش الخليه دار نمشي نتبع الخدمة مع الناس دار نخدم مع الناس باش نبعد من ثم الديار مولي بيتي دار دي من النوح فم رجل هذه ساعة حق ولدي ما فهمش. قضية غريبة وغامضة راح ضحيتها ولد 17 سنة. قضية لليوم مش عارفين روايتها الصحيح، هل هو حادث سقوط في البير وإلا البير هو وسيلة لإخفاء جريمة قتل.